السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة أخبار الواحدة، والبداية بالعناوين. مستجدات وتحديات الراهن العربي والإقليمي والقضية الفلسطينية في صلب أشغال المؤتمر 36 للاتحاد البرلماني العربي بالجزائر. وتيرة متسارعة تشهدها أشغال الطريق الحيوي الرابط بين ولايتي البيض وغردايا، وإعادة تأهيل حضري واسع بإليزي تحسبا للوجه الحضري للمدينة. بعد توقف دام سنوات، استئناف الرحلات المباشرة نحو البقاع المقدسة من مطار مفدي زكريا بغردايا. شهداء وجرحى في قصف صهيوني على مخيم النصيرات ومدينة رفح في قطاع غزة. وكاميرا تلفزيون تقف عند المجازر المرتكبة وحرب الإبادة كاملة الأركان في حق الفلسطينيين. المستهل بملف التعاون، حيث انطلقت اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال أشغال المؤتمر 36 للاتحاد البرلماني العربي، الذي يناقش على مدار يومين العديد من قضايا الراهن العربي والإقليمي، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة جماعية. خلال جلسة افتتاح أشغال المؤتمر، أكد رئيس اتحاد البرلمان العربي رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي على موقف الجزائر الثابت والداعم لنصرة القضية الفلسطينية، داعيا البرلمانات العربية لمواكبة الهبة التي تشهدها القضية الفلسطينية بطرح مبادرات جدية لملاحقة الكيان الصهيوني المحتل على جرائمه المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني. وإذ أهنئ أنفسنا بالقرار التاريخي للجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، والذي تلاه قرار محكمة العدل الدولية بالوقوف الفوري للحرب، فإننا ماضون قدما من أجل حشد الدعم اللازم للوصول إلى مبتغانا كاملا غير منقوص، ووضع حد للإفلات من العقاب والإجرام في حق الشعب الفلسطيني ورموزه وتاريخه. قد أضحى اليوم لزاما على البرلمانات العربية أن تواكب هذه الهبة وتجدد العهد وتبتكر طرقا مستحدثة لنصرة القضية الفلسطينية ودعم مختلف الجهود الرامية لإقامة الدولة الفلسطينية وتجريم الاحتلال الصهيوني ومعاقبته. ومن هذا المنبر أناشد مرة أخرى أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف أطيافه أن آن الأوان لتوحيد الصفوف وتغليب المصلحة الوطنية على كل الاعتبارات الأخرى. في الحركية التنموية وضمن الاستراتيجية الوطنية لإعادة تهيئة الطرقات وتجديدها، مخطط استعجالي بولاية البيض لإعادة تهيئة الطريق الوطني رقم 107 الرابط بين ولايتي البيض وغردايا على مسافة 35 كيلومترا، طريق من شأنه ضمان سير الحركة المرورية وخلق ديناميكية اقتصادية بالمنطقة. همل عبد النور. على طول 35 كيلومترا تتواصل وتيرة أشغال تهيئة الطريق الوطني رقم 107 في شطره الرابط بين ولايتي البيض وغردايا، وهذا بعد معاناة حقيقية لمستعملي هذا الطريق المحوري. والله إلا ارتحنا، يعني كشفنا الأشغال اليوم، يعني هاو الماتريال اللي تحط، والله إلا أحمدنا ربي وارتحنا. احنا رانا نخدموا منا، رانا في دلت سنة رانا نخدموا منا، رانا نعانيو، يعني مشي نتاع ساعة رانا ندير فيها ربع سواع. رانا فرحانين بزاف ونشكروا السلطات المحلية اللي راهي واقفة على هذا المشروع هذا، وراهي تخدم لنا في الطريق، وهذه مصلحة عامة للجميع. إعادة الاعتبار لهذا الطريق سيساهم في انسيابية كبيرة لحركة المرور وخلق ديناميكية اقتصادية بالمنطقة.
كما ناس مثلي دوك لازم يمشي يروح للابيض سيدي الشيخ، لازم يضرب متراج كبير كما نقولوا، يحوط كاع يحكم طريق الوطني كاع الغواط قافلو يحوط، بصح منا شغل طريق مختصر كيبدا في الاشغال تما راح ينقص ضغط كبير. وهذا المشروع يدخل في تحسين الطريق الوطني رقم 107 على مسافة 35.5. الهدف منه هو ربط الطريق الوطني رقم 1 بكافة شبكة الطرقات اللي تربط بين المنطقة الجنوبية الغربية للوطن. بنى تحتية محورية اعتمد في إنجازها وإعادة تهيئتها على خبرة وسواعد جزائرية. كما تشاهدون في شريط الأخبار الهام، هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عبر حسابه الرسمي الطلبة الفائزين بالمرتبة الأولى عالميا في مسابقة هواوي في شنزن بالصين، حيث جاء في رسالة التهنئة: كل يفخر واعتزاز بأبناء الطلبة من جامعات بجاية سيدي بالعباس وهران الجزائر العاصمة وباتنا لتميزهم، مجددا بافتكاكهم المرتبة الأولى عالميا في فئة من فئات الإعلام الآلي بمسابقة هواوي في شنزن بالصين والجائزة الكبرى في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. مبروك على الجزائر هذا الجيل العلمي الجديد الذي يشق الطريق بالبلاد إلى بر الأمان. تحياتي وتشكراتي لكم جميعا. فازت إذن الفرق الجزائرية الثلاثة المشاركة في مسابقة هواوي لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات بالصين، حيث تحصل الفريقان على الجائزة الكبرى في مجال الشبكة والسحابة والجائزة الأولى في مجال الحوسبة. الفرق المشاركة تتكون من نخبة الطلبة بجامعات سيدي بالعباس وهران بجاية الجزائر وبتنا. في سياق ترقية وتحسين المحيط الحضري بولاية إليزي، تعرف الطرق والشوارع الرئيسة إعادة تأهيل واسعة من خلال تجديد مختلف الشبكات والأرصفة، وكذا إنجاز طرق جديدة لربط التجزئات الاجتماعية بمختلف أحياء المدينة. إبراهيم بالخير. إعادة تهيئة شاملة تعرفها الطرق والشوارع الرئيسية بعاصمة الولاية إليزي من خلال تجديد شبكة الصرف الصحي ومياه الشرب، إضافة إلى تأهيل شبكة الطرقات بالوسط الحضري. أشغال تهيئة في وسط المدينة، سواء ما تعلق بإعادة القنوات الصرف الصحي أو تعبيد الطرقات وكذلك الأرصفة، وهذا كله من أجل إعطاء وجه جميل للمدينة وجديد، ومن أجل طبعا راحة المواطن دائما. يعني كاينة حركية في تجديد الطرقات والتهيئة، يعني الحمد لله بدأت يعني تبان في ليزي. نستحسنوا هذه الحركية في التهيئة والمشاريع اللي انطلقت في ليزي والحمد لله إن شاء الله. المدير التعمير يعني تكفلت بالتهيئة العمرانية، وهذا لتحسين يعني المعيشة للمواطن في إطار يعني إعادة تأهيل مجمعات وتجديد كل الشبكات التحتية وكذلك التهيئة من أرصفة وكذلك إنارة عمومية وتهيئة المجمعات الريفية. ومع الإقبال الكبير على السكن الريفي، غلاف مالي هام خصصته السلطات المحلية لتهيئة التجزئات الاجتماعية الجديدة بهدف تثبيت السكان بالمناطق الريفية. تم فتح طريق رئيسية جدا وأصبحت تسهل على المواطن الحركة في الولاية من عيل كورس قرية عيل كورس إلى حي جبرين، ومن حي جبرين إلى كذلك إلى مجمعات الجديدة. من أجل رفاهية الساكنة، حيث قامت مديرية بإنجاز ساحة عمومية بالبشير في الجهة اليمنى في الطريق المؤدي إلى مدينة جانت، وهي الآن تقريبا في نسبة إنجاز 99%. مشاريع تبرز في مجملها مدى تكفل الدولة بانشغالات السكان بالمناطق النائية والبعيدة. ومشروع الواحد جهة البحرية سلمندر بمستغانم استثمار متعدد الأبعاد سيكون له دور بارز في إنعاش قطاع السياحة بالولاية، حيث تجري الأشغال بنظام المناوبة لتسليمه بداية موسم الاصطياف المقبل. نوال اسماعيل فراجي. باقي موسم الاصطياف، القائمون على إعادة تهيئة كورنيش سلماند بولاية مستغانم الساحلية يسابقون الزمن من أجل تسليم هذا المشروع في حلته الجديدة لاستقبال جموع المصطافين.
فعلى مسافة أزيد من الكيلومتر الواحد، أشغال تهيئة واجهة سلماندر البحرية تعرف وتيرة متسارعة، حيث مست على وجه الخصوص توسيع الأرصفة وبناء السلالم التي ستسمح بالتمتع بمنظر البحر مباشرة دون عازل حديدي. كانوا دايرين حديد بلاندي من توقفي لهنا في التروطوار، ما تحسيش روحك بلا كيف البحر، تسمع حتى تروحي تماك وتركزي على الحديد باش تشوفي البحر. دروك من قال دروك هاي في ديجاجي هاكي، من تحسي روحك كيف البحر. انا منطق وسنعوم ودروك داروا لنا الدرج وكاع، انا لاباس. كما شفتوا في الاشغال انها تم تهديم ما كان متواجد من قبل على انه يتحسن، يعني توسعه في الرصيف اللي كان رصيف ضيق يعني وسعنا فيه، حسنا من الاناره العموميه تكون هناك اناره عموميه جديده، قلنا لكم تحصلنا على شاطئين. وصلنا الى غرس 50 شجره من النخيل، نخيل الفينيكس. كذلك الإمكانيات منها الآلات، رانا مسخرين واحد 25 آلة وذلك لتسليم المشروع قبل موسم الاصطياف. تحول جذري ستشهده الواجهة بوضع لمسات فنية لنمط عمراني جميل وحديث سيساهم في استقطاب المتزايد للسياح. بيعاودونا ان شاء الله هذا التروطوار هذا والفرونت مال ويديروا لنا لي جيدو ويسقدونا باش ان شاء الله مدينه مستغانم تكون الوجهه السياحيه رقم واحد في الجزائر. المواطن يكون مرتاح بها، تعجبه النظره، صافي بليزير. دوك داروا لنا باش نهودوا عليه وانا بليزيسكالي، حاجه شابه داروها وان شاء الله نتمنوا الخير للبلاد. هو تحدي لانجاح موسم الاصطياف 2024. مستغانم لؤلؤة الغرب الجزائري بتهيئة واجهتها البحرية سلاماندر ستحقق مكسبا سياحيا للجزائر. صحيا، نظم يوم تكويني للأطباء والجراحيين في استعمال التقنيات الحديثة المستخدمة في جراحة سرطان الثدي بحضور خبراء جزائريين ودوليين، أشرفت عليه مصلحة جراحة سرطان الثدي مركز بيير وماري كوري بالجزائر العاصمة للحديث عن العلاجات والتقنيات المتطورة المتبعة على مستوى مختلف مصالح جراحة الأورام في العالم. شهد مطار مفتي زكريا بولاية غردايا استئناف الرحلات نحو البقاع المقدسة بعد توقف دام سنوات. كاميرا تلفزيون رصدت لنا أجواء أول رحلة للحجاج الميامين والتسهيلات المقدمة من قبل السلطات والهلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامية. عن التلفزيون أمين شقبقب. خشوع الحجاج، دموعهم وفرحتهم بالذهاب لأداء المناسك رصدناها في كل ركن وزاوية من مطار غردايا الذي استؤنفت منه الرحلات نحو البقاع المقدسة بعد توقف دام 14 سنة. لابد أن لا ننسى يعني في البقاع المقدسة الدعاء لأهلنا في غزة، لجزائرنا الحبيبة. نحمد ربي عز وجل يستودعنا غير دقائق لن كل جن اللي تهتا الحياة مش كأضياء. أشكر جميع الذين أسهموا سواء السلطات الرسمية والعرفية في إنجاح هذه العملية والسلاسة التي يعني وجدناها. نسأل الله القبول والثبات، الحمد لله على فضله والفضل أنه مرافقين بالوالدين الكريمين والإخوة. الجميع تجند خدمة لضيوف الرحمن وكل التسهيلات اللازمة سخرت دون الإخلال بالإجراءات الأمنية. عمل تطوعي هذه المرة مع كشف الإسلامية الهلال الأحمر من أجل خدمة حجاج بيت الله الحرام، من أجل حمل أمتعتهم، من أجل توجيههم. الفريق تاعنا جاء للمطار من 15 يوم، عمل عملية صيانة لكل هذه التجهيزات، سكانير، طابي باجاج والمكيفات الهوائية، بحيث كل الحجاج يكونوا في راحة. وفرنا كل الظروف الملائمة والمناسبة للأعوان الشرطة والجمارك وكذلك مصالح شؤون الدينية والأوقاف ومصالح صحة مراقبة الصحية للحدود. أيضا يعني كان لنا شريك موبيليس لحاضر هنا لتوزيع شرائح مجانا. بقلوب مطمئنة يغادر الفوج الأول للحجاج غردايا ودعوات بأن يتقبل الله حجهم ويغفر ذنبهم ويحفظ وطنهم.
هي الرحلة الأولى من أصل 5 رحلات والتي تقل حجاجنا الميامين من هنا من مطار مفدي زكريا بغردايا نحو البقاع المقدسة، وارتياح كبير لمسناه من قبل الحجاج نظير المرافقة والتسهيلات في المطار ليعيشوا رحلة إيمانية بكل يسر وطمأنينة. توفي صباح اليوم 5 أشخاص وأصيب 4 آخرون في حادث مرور ببلدية عين الحجل بولاية المسيلة على محور طريق الوطني رقم 40. الحادث وقع إثر اصطدام بين سيارتين وحافلة للنقل المدرسي، وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية لإسعاف الجرحى ونقلهم إلى المستشفى، كما فتحت مصالح الأمن تحقيقا لمعرفة أسباب هذا الحادث. تلقت المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية بحزن عميق نبأ انتقال الصحفي زهير مهداوي مدير عام يومية الإكسبرس إلى الرفيق الأعلى إثر مرض عضال. وعلى إثر هذا المصاب تتقدم المديرية العامة للاتصال بأخلص تعازيها وعميق مواساتها إلى عائلة الفقيد وإلى الأسرة الإعلامية كافة، مع التضرع إلى المولى عز وجل بأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون. تسجل الجزائر بارتياح الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بخصوص إلزام الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني بالوقف الفوري لعدوانه المشين على مدينة رفح. وأكدت وزارة الخارجية والجالية الوطنية في بيان لها أن هذه التطورات الهامة تتلاقى جميعها لتمثل نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي طالما استفاد منها الاحتلال الإسرائيلي للتنكيل بالشعب الفلسطيني عبر سياسات الاحتلال. في هذا تدعو الجزائر مجلس الأمن الأممي إلى التجاوب مع أمر محكمة العدل الدولية من خلال إضفاء الصيغة التنفيذية عليه بشكل يضع حدا لمختلف أشكال الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق سكان قطاع غزة ومدينة رفح على وجه الخصوص. وفي تطورات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة، استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون في قصف لطائرة الاحتلال الصهيوني استهدف وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة. هذا واستشهد أمس 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال الصهيوني على مخيم نصيرات ومدينة رفح في قطاع غزة. كما ارتكبت قوات الاحتلال 5 مجازر بحق العائلة الفلسطينية أدت إلى استشهاد 46 فلسطينيا وإصابة 130 آخرين بجروح خلال 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان إلى ما يقارب 36,000 شهيدا وما يفوق 80,000 مصاب. يأتي هذا في وقت أعلنت فيه المقاومة عن استهداف تجمع لآليات العدو الصهيوني في بيت لاهيا وسط القطاع وجباليا شمالا، ما أدى إلى مصرع عدد من جنود الاحتلال وإصابة آخرين وأسر عدد آخر. ومع استمرار التصعيد الإسرائيلي الخطير على قطاع غزة، طالبت الأمم المتحدة قوات الاحتلال الصهيوني بوقف استهداف المستشفيات في قطاع غزة وضمان تمكينها من تلقي المعدات الطبية والأدوية الأساسية ووصول المدنيين إليها دون عوائق. هذا واستشهد وأصيب أمس العشرات جراء تواصل القصف الصهيوني الغاشم على رفح ومناطق أخرى بالقطاع في حرب إبادة كاملة الأركان. مراسلون من غزة وسام أبو زيد. حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. أكثر من 40 شهيدا فلسطينيا وعشرات الإصابات، كانت هذه آخر الإحصائيات الساعات 24 الأخيرة، أي منذ أن طالبت محكمة العدل الدولية وقف العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح وتخفيف القيود وفتح المعابر. لكن رد الاحتلال كان على الأرض بارتكابه المزيد من المذابح والمجازر بحق المدنيين من جباليا شمالا وحتى رفح جنوبا. إسرائيل ماضية في سفك الدماء، ماضية في العدوان، غير مكترثة بكل الدعوات التي تنادي بوقف هذه الحرب التي تمارسها على مدار الساعة. وبالتالي يعني المطلوب اليوم هو أن تترجم هذه القرارات الدولية من خلال ضغط فاعل على إسرائيل. فهذه هي مدينة رفح التي تقع على محور فيلادلفيا وتأوي آلاف النازحين الفلسطينيين، ويجتاحها الاحتلال برا ويقوم بتفجير مربعات سكنية ويطلق النار على كل متحرك في المناطق الشرقية ووسط المدينة، ما زاد من الأعباء على المستشفيات خاصة على المستشفى الكويتي وهو ما تبقى من مرافق الصحة لاستقبال الجرحى.
لا زال عدو الصهيون يستمر بقصفه الهمجي لكل محافظة رفح، ويستمر بتوسيع عمليته البرية في تحدي صارخ لكل القوانين الدولية. الوضع الإنساني كارثي بكل ما تعنيه الكلمة، لا يوجد كارثة أكبر مما نعانيه الآن في ظل عدم وجود مستشفيات الآن إلا هذا المستشفى البسيط، إمكانيات بسيطة عبارة عن نقطة استقبال إصابات. فجيش الاحتلال ما زال يصر على إغلاق المعابر في رفح، في حين لا تزال البضائع التي تمر عبر الميناء العائم بحرا لا تكفي لأكثر من 2 مليون فلسطيني، ما يزيد من حالة الجوع والعطش في محافظات القطاع كافة، وأصبح الحصول على شربة الماء هي أكبر هم الفلسطينيين للبقاء على قيد الحياة. قبل تسكير معبر رفح كانت المياه الحمد لله متدفقة وتصل للجميع، ولكن بعد إغلاق معبر رفح البري وكرم أبو سالم يعني صار هناك أزمة خانقة للمياه، وصار في صعوبة في أنه تتواجد المية، يعني إلنا 3 أيام فيش عندنا مية ولا نقطة مية، وهذه معاناة تضاف إلى سجل المعاناة اللي بيعانيه الشعب الفلسطيني. فمن البحث عن الطعام إلى البحث عن المياه، أصبح حال الفلسطينيين هنا في مدينة رفح جنوبي القطاع للتخلص من حالة العطش والجفاف التي باتت واضحة في المدينة. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. إلى أخبارنا الوطنية، وفي كرة القدم تلعب اليوم مباريات الجولة 27 من الرابطة المحترفة التي ستشهد تنافسا كبيرا بين الفرق المهددة بالسقوط، خاصة تلك التي يحتضنها ملعب أحمد زبانة بوهران بين المولودية المحلية ونجم بن عكنون. مسعود شيشة. أقوى لقاءات هذه الجولة سيكون بوهران بين أكثر المهددين بمرافقة وادي سوف إلى الرابطة الثانية، بين مولودية وهران صاحبة المركز 14 ونجم بن عكنون صاحب المركز 15. مواجهة قوية ومثيرة نتيجتها ستحدد بنسبة كبيرة النازل إلى الدرجة الثانية. الرائد والبطل مولودية الجزائر يشد الرحال إلى تيزي وزو لمواجهة شبيبة القبائل صاحبة المركز 7، مواجهة كلاسيكية عادة ما تميزها الإثارة، التنافس والندية. الوصيف شباب الوزداد يستقبل مولودية البيض وعينه على الظفر بنقاط المباراة للحصول على المركز الثاني المؤهل لرابطة الأبطال الإفريقية. النادي الرياضي القسنطيني هو الآخر عينه على مركز الوصافة من أجل مشاركة قارية، إلا أن المهمة تبدو صعبة في هذه الجولة، فهو يتنقل إلى بسكرة لمواجهة الاتحاد المحلي الباحث عن تحسين وضعه في سلم الترتيب العام. بقية المواجهات تبدو متكافئة وتختلف أهميتها من فريق لآخر، فمباراة خنشلة والصاورة عنوانها تحسين الأوضاع وضمان البقاء بصفة رسمية، ونفس الشيء بالنسبة لنجم مقرة الذي يتنقل لمواجهة وفاق سطيف. أما بارادو فيستقبل اتحاد سوف وعينه على الفوز 10 هذا الموسم. ونختم بالمشهد الثقافي، حيث أسدل الستار بولاية الجلفة على فعاليات المعرض الوطني للكتاب الذي تعرف خلاله محبو المطالعة على إبداعات الأدباء والكتاب عبر عناوين فقط 12 إصدارا. محمد شوقي بونيف وتفاصيل. على مدار 10 أيام في هذا الفضاء الثقافي الذي عرف مشاركة 49 دار نشر، تهافتا كبيرا للشغوفين بالمطالعة ومحبي الكتاب بالمعرض الوطني المقام له بالجلفة. فرصة جميلة أننا شفنا هذا المعرض على مستوى ولاية الجلفة، وكان فرصة للقارئ الجلفاوي بيطلع على جميع الكتب أنواعها سواء الأكاديمية أو الكتب الخاصة خاصة بجانب الأطفال. نتمنى أنه يدوم هذا المعرض ويبقى سنة حميدة على مستوى ولاية الجلفة. هذا المعرض الذي جمعت فيه العقول والمفكرين وحتى طالبي العلم والمعرفة صغارا وكبارا، مكسب ليس للولاية فقط ولكن لكل الجزائر ولكل من حضر في هذا المنطقة وحضر فيه وزاره. هذا المعرض كان فرصة لنا باش نشرو كتب، كنت حابة كتب نشريه ولقيتهم الحمد لله، وإن شاء الله يتعاود. أنا أول مرة نجي هنا صراحة، إيه والله يبارك، يعني كتب في المستوى ومتنوعة في كامل المجالات. أكثر من 4000 زائر يوميا لهذا المعرض الذي تخللت فعالياته محاضرات وأمسيات شعرية، لقاءات أدبية لأدباء ومثقفي ونخب المنطقة.
أشكر كل من ساهم في إيصال صوت هذا الشباب المبدع اليوم، وكل من ساهم في هذا المعرض الوطني الذي باتت تفتقر إليه ولايتنا ولاية الجلفة. ونتمنى ايضا من كل المساهمين ان تتطور هذه الطبعه وتكون كل سنه مرحبين بها بشتى مجالاتها، ما بين 3000 الى 5000 زائر لهذا المعرض، كذلك المبيعات ربما 2000 عنوان يتباع يوميا. قامت كبيره كانت مرافقه للمعرض الوطني للكتاب، كان برنامج ثري فني وادبي مرافق للمعرض الوطني للكتاب. هذا خير دليل على انه جلفة ولد بأدبائها وشعرائها وكتابها. كما كانت هناك نشاطات مرافقة لهذا المعرض أدبية فكرية وثقافية. فالفيلسوف والشاعر عباس بوهلال حملت اسمه هذه الطبعة، وهو واحد من أبناء ولاية الجلفة، ليطمح مثقفوها بترسيخ هذه التظاهرة الأولى من نوعها لتصبح تقليدا سنويا يلهم الكتاب والأدباء. إلى معرض لها للفنون التشكيلية بالعاصمة، الذي يعد فرصة لهواة الفن التشكيلي لعرض أعمالهم الفنية والتي فاقت 80 لوحة فنية. مخلوف حبيب. على أروقة هذا المعرض وبأنامل من ذهب، أخذ رسام الفن التشكيلي الزوار في رحلة عبر الزمن إلى حضارات تعاقبت على ربوع الوطن. هذه مبادرة بزاف مليحة، مبادرة من خلالها الفنانين اجتمعوا بكل أنواع الفن، يعني هو لقاء للأجيال، سواء الناس الكبار ولا الناس اللي راهم هداوناهم قاعدين يتعلموا. حاجة مليحة، مبادرة ولا رواق استطعنا أن نلتقي فيه، أنهم الفنانين يتبادلوا الخبرة تاعهم، يتبادلوا الفن تاعهم. هذا المعلم وهو خاص يظهر لنا مدى اهتمام الجزائري أيضا بالحياة الثقافية. حقيقة لما تشوف اللوحات هي مرتبطة بهويتنا وأصالتنا كجزائريين. هذا المعرض كان فرصة للفنانين لإظهار أعمالهم ونقل جمالية هذا الفن للزوار. نحن جد سعداء كفنانين تشكيليين بميلاد هذه القاعة هالة، والتي بإذن الله ستكون دفعا قوي لكل فنان تشكيلي على مستوى الوطن إن شاء الله. ما تضمه من نخبة من فنانين ومن أساليب متنوعة رائعة، هذا يدل على أن هذا يعني الفن بصفة عامة التشكيلي، يعني في فرص للفنانين باش نجموا يعرضوا، باش نجم ايضا الجمهور يحتك بالجانب هذا، يكون فيه عمليه يعني كشغل تجانس فكري وفني. مدوا لا شانس لبلوزيغ فنانين من طرف الجزائر كل لي كات كوان دو باي، صافي فريمون بليزير افيك دي نورم انترناسيونال. الفنون التشكيليه جزء من ثقافتنا المتجذره وروح خالدة لحضارات مضت يجسدها الفنان لنعيشها بكل تفاصيلها. بذا وصلنا لختام النشرة مشاهدينا، بقي أن نذكر بأهم ما جاء فيها. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يهنئ الطلبة الفائزين بالمرتبة الأولى عالميا في مسابقة هواوي في شنزن بالصين. مستجدات وتحديات الراهن العربي والإقليمي والقضية الفلسطينية في صلب أشغال المؤتمر 36 للاتحاد البرلماني العربي بالجزائر. وتيرة متسارعة تشهد أشغال الطريق الحيوي الرابط بين ولايتي البيض وغردايا، وإعادة تأهيل حضري واسع بإليزي تحسبا للوجه الحضري للمدينة. بعد توقف دام سنوات، استئناف الرحلة المباشرة نحو البقاع المقدسة من مطار مفتي زكريا بغردايا. دوليا، شهداء وجرحى في قصف صهيوني على مخيم النصيرات ومدينة رفح في قطاع غزة. وكاميرا تلفزيون وقفت عند المجازر المرتكبة وحرب الإبادة كاملة الأركان في حق الفلسطينيين. نهاية النشرة، شكرا لكم على المتابعة، في أمان الله.